ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي حسن هاشميان. أهلا بك سيد حسن معنا. بداية، هل باتت الولايات المتحدة مدركة تمام للخطر الإيراني الذي يهدد المنطقة ويهدد العالم؟ بالفعل الولايات المتحدة مدركة تماما، وحتى في زمن باراك أوباما هناك كانت وثائق بالبنتاغون بالCIA كانت ترصد كل تحركات إيران، كل الأسلحة التي كانت تذهب إلى الميليشيات في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق وفي مكانات أخرى، كلها تحت المرصد الأمريكي. ولكن مع الأسف السيد أوباما لم كان يتحرك تجاه إيران لأنه كان ناوي على إبرام الاتفاقية النووية. الآن هناك جدية واضحة في الموقف الأمريكي، أمريكا والحكومة الأمريكية ترصد كل تحركات إيران المزعزعة للاستقرار المنطقة وتعرف كلها ولديها وثائق، ووفقا إلى هذه الوثائق تتحدث الولايات المتحدة ويتحدث نائب الرئيس مايك بينس. ما هو تصورك للتحرك الأمريكي خلال الفترة المقبلة من أجل تقويض هذا الخطر الإيراني ووقف تدخلات طهران في شؤون الدول الأخرى؟ بالتأكيد هناك رسالة موجهة إلى إيران، إذا إيران لم تكف عن تدخلاتها، لم تكف عن تحركاتها لزعزعة الاستقرار وضرب المصالح الأمريكية وضرب المصالح دول المنطقة، طبعا الولايات المتحدة جادة وتتحرك من أجل مصالحها ومن أجل مصالح حلفائها في المنطقة. هذه الرسالة وصلت إلى طهران، وطهران استوعبت هذه الرسالة على الرغم من كل الشعارات التي نسمعها في داخل طهران، ولكن أنا لا أعتقد أن طهران تتجرأ مرة أخرى محاولة ابتزاز الولايات المتحدة أو تريد جس النفط في الولايات المتحدة. سياسة الولايات المتحدة جادة هذه المرة وتعرف كل هذه التحركات وأرسلت الرسالة، والرسالة فعلية الآن وصلت إلى إيران. طيب، ما هي ملامح التعاون بين الولايات المتحدة ودول المنطقة المتضررة من تدخلات إيران من أجل يعني وقف هذه الأفعال العدوانية؟ هناك يعني رأينا كل أعمال إرهابية في كل المنطقة، يعني حسن نصر الله يتحرك على هواه، عبد الملك الحوثي يتحرك على هواه، هادي العامري والميليشيات التابعة له وغيث الخزعلي، وهذا هؤلاء الذين قتلوا الجنود الأمريكان. رأينا مثلا اليوم إدرويت رئيس اللجنة الأمنية في الكونغرس الأمريكي تحدث عن الجماعة الموجودة في العراق التي قتلت أكثر من 500 شخص أمريكي، أيضا تحدث عن قاسم سليماني بأنه إرهابي ومصطلع بكل عمليات الإرهاب التي كانت ضد الولايات المتحدة وضد دول المنطقة وشعوب المنطقة. من هذا المنطلق أنا أعتقد أن الوقفة الأمريكية على الرغم من كل تضارب الآراء الموجودة وهناك خلاف رأي موجود في داخل الولايات المتحدة، ولكن في اتجاه إيران هناك موقف واحد. أنا أعتقد حتى الديمقراطيين الآن في الولايات المتحدة الذين ينتقدون سياسات ترامب هم سيقفون في وجه إيران وسياسات إيران هذه المرة، لأن سياسات إيران هي مزعزعة للاستقرار المنطقة وأيضا لضرب المصالح الأمريكية. طيب، شكرا لك، كنت معنا من واشنطن المحلل السياسي حسن هاشميان، شكرا جزيلا لك.